بالقلم الأحمر تشطبي على عيب اتفق عليه كل أزواجك اللي هو فيك. إيه هو العيب؟ العند. العند. أنا عنادية قوي قوي قوي، وده عيب أنا ما بحبوش. فيها حاجتين مش حلوين، عنادية وعصبية. أنا طيبة قوي وأستحمل قوي قوي، إنما لو قامت الحالة ما بقاش عارفة رد فعلي بيكون إيه. هو ده. مين عصبي أكتر، أنتي ولا جوزك؟ أنا. ومين عنيد أكتر، أنتي ولا علاء؟ أنا برضو. يعني علاء صعبت عليا. والله جد. يعني هو علاء حقيقي بيعرف يمتص كمان غضبي قوي وعصبيتي وكده، بيعرف فيه يعني، ولذلك هو احنا مستمرين ما شاء الله. حلو ان هو بيحتويك. طبعا.